الدوران، حنتكلم عن درس الدوران. طبعا رسم الأشكال الناتجة عن الدوران، تعلمت أن الدوران يحرك كل نقطة من في الشكل الأصلي بزاوية محددة وفي اتجاه محدد حول نقطة ثابتة. إذن طبعا مفهوم أساسي ما هو الدوران؟ الدوران حول نقطة ثابتة، وهذه النقطة الثابتة تسمى مركز الدوران، بالزاوية معينة قياسها X درجة، وتسمى زاوية الدوران، واتجاه معين يعني اتجاه معين يعني مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة، يحول النقطة إلى صورتها. القاعدة الأولى أو الملاحظة الأولى، إذا كانت النقطة هي واقعة على مركز الدوران فإن صورتها هي النقطة نفسها، يعني إذا كانت النقطة واقعة على مركز الدوران بكون صورة النقطة نفسها. اثنين، إذا كانت النقطة لا تقع على مركز الدوران فإن النقطة الأصلية وصورتها تبعدان المسافة نفسها عن مركز الدوران، يعني بيكون البعد بين مركز الدوران سي هي نفس الشكل الموجود أمامي و A بيساوي المسافة بين سي و A شرطة اللي هي الصورة. طبعا الزاوية المتشكلة من النقطة ومركز الدوران والصورة تسمى زاوية الدوران، وقياسها X درجة، يعني الزاوية الموجودة هذه كذا، هذه اللي هي زاوية الدوران، هنا تساوي 120 درجة، يعني A شرطة هي صورة A الناتج عن الدوران بزاوية 120 درجة عكس عقارب الساعة. طبعا هنا الدوران اتجاه عقارب الساعة بكون دوران سالب، وإذا كان عكس عقارب الساعة بكون الدوران إيش؟ موجب. مثال واحد، استعمل منقلة ومسطرة لرسم صورة المثلث ABC الناتج عن الدوران بزاوية 140 درجة حول النقطة K. طبعا هذا المثلث هنا عندي ABC وعندي النقطة K، بدي أرسم دوران حول النقطة K بزاوية 140 درجة. الخطوة الأولى، ارسم قطعة مستقيمة من الرأس A إلى النقطة K، بترسم قطعة مستقيمة من الرأس A إلى مركز الدوران اللي هو K بالشكل الموجود معك كده. الخطوة الثانية، تستعمل المنقلة لرسم الزاوية A K A شرطة، طبعا هذه الزاوية بقياسها 140 درجة، بتحط المنقلة على الوضع الموجود معاك بحيث يكون KA هو على صفر المنقلة وK هي في مركز المنقلة، وتقيس الزاوية 140 درجة. الخطوة الثالثة، استعمل المسطرة لقياس المسافة من K إلى A، هي نفس المسافة من K إلى A شرطة. بنكرر الخطوات نفسها مع النقطة B ومع النقطة C، برسم الB شرطة والC شرطة وبوصل النقاط A شرطة B شرطة C شرطة، تديني صورة الشكل بالدوران اللي زاويته 140 درجة. طبعا تحقق من فهمك في سؤال واحد ايه بده الزاوية 65، طبعا بتوصل تي كي وبترسم زاوية 65 مع قارب الساعة كذا من تي الى كي، حط المنقلة وبترسم زاوية 65، بتوصل نفس الشيء ار كي وبتقيس زاوية ار كي ار شرطة 65، ونفس الشيء بتوصل سي مع كي وبترسم زاوية سي كي سي شرطة 65 درجة، وبتقيس المسافة من تي إلى ك
كي نفس المسافة من تي شرطة إلى كي شرطة، ونفس المسافة من آر إلى كي، نفس المسافة من كي إلى آر شرطة، وبالمثل من كي إلى إس المسافة هي كي إس شرطة. بنكون كده رسمنا شكل دوران المثلث بالزاوية 65. مثال 2، الدوران في المستوى الإحداثي. طبعا الدوران في المستوى الإحداثي مهم جدا. المستوى الإحداثي عندي محورين إكس وواي، عندي محورين إكس وواي، إكس وواي. طبعا الدوران بزاوية، الدوران بزاوية 90، الدوران بزاوية 90، يعني لما نقول دائما الدوران بزاوية 90 أو يعني معناها الدوران عكس عقاربي إيش الساعة، يعني دوران موجب. لما نقول الدوران بزاوية كذا يعني معناها دوران إيش موجب. عند تدوير النقطة بزاوية 90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة حول نقطة الأصل، اضرب الإحداثي واي في سالب واحد، بس تضرب الإحداثي واي في سالب واحد. القاعدة يعني إكس واي تضرب الواي في سالب واحد وتبدل موقع الاكس والواي، يعني تضرب الواي في سالب واحد وتعمل تبديل، يعني تضرب الواي في سالب واحد وثم تبدل الموقعين بين اكس وواي. طبعا هنا النقطة بي كانت احداثياتها في الشكل في المثال كانت 5 و2، اضرب الواي في سالب واحد بصير سالب 2 وتبدلهن بصير النقطة اللي هي حق بي شرطة اللي هي سالب 2 و5. يعني الدوران بزاوية 90 درجة في المستوى الإحداثي بضرب الواي في سالب واحد وببدل اللي هي إكس والواي. الدوران بزاوية 180 عند تدوير نقطة بزاوية 180 عكس اتجاه عقارب الساعة طبعا حول نقطة الأصل، أضرب كل من الإكس والواي في سالب واحد. طبعا تنتبه هنا، ما هنا لا يوجد تبديل بين الإكس والواي، بس تضرب الإكس في سالب واحد تضرب الواي في سالب واحد بصير سالب إكس وسالب واي. الدوران بزاوية 270 طبعا عند تدوير نقطة بزاوية 270 طبعا نفس الشيء عكس عقارب الساعة حول نقطة الأصل، نضرب الإكس في سالب واحد مع تبديل الموقعين، مع تبديل الموقعين، يعني إكس وواي تضرب الإكس في سالب واحد وتبدلها بصير واي وسالب إكس. يعني هنا عندي النقطة بي كانت 5 و2، تضرب الإكس في سالب واحد بصير سالب 5، بدلها بصير 2 وسالب 5، بصير 2 وسالب 5. مثال 2 طبعا دوران في المستوى الإحداثي. احداثيات رؤوس المثلث اللي هي بي كيو ار، هي طبعا بي 1 و1، كيو 4 و5، وار اللي هي 5 و1. مثل المثلث بي كيو ار على المستوى الإحداثي، وصورته الناتجة دوران بزاوية 90 درجة، دوران بزاوية 90 درجة، دوران بزاوية 90 درجة. طبعا أول خطوة بتعمل المحورين إكس وواي وبترسم المثلث اللي هو بي كيو ار اس، يعني البي إحداثياتها 1 و1، الكيو إحداثياتها اللي هي 4 و5، والآر إحداثيات 5 و1. ترسم المثلث هذا في الأول، بعدين تكتب القاعدة، قاعدة الدوران اللي هي إكس وواي تساوي، طبعا هنا قال لي الدوران بزاوية إيش 90 درجة، الدوران بزاوية 90 درجة تضرب الواي في سالب وتبدل، تضرب الواي في سالب وتبدل. طبعا هذه إحداثيات البي 1 و1، تضرب الواي في سالب واحد وتبدل بصير صورتها بي شرط اللي هي سالب 1 و1. هنا نفس الشيء، تضرب هذه في سالب 5، تضربها في سالب 1 وتبدلها بصير سالب 5 و4، ونفس الشيء تضرب هذه في سالب 1 وتبدل بصير سالب 1 و5، وترسم النقاط بي شرطة كيو شرطة ار شرطة، بديني صورة الشكل بي كيو ار بزاوية اللي هي 90 درجة. طبعا سؤال تحقق من فهمك، بترسم متوازي الأضلاع FGHJ على المستوى الإحداثي،
وبعدين بتستخدم القاعدة الدوران بزاوية 180 تضرب الإكس في سالب واحد وتضرب الواي في سالب واحد، ويعني هنا حصير إف شرطة، حصير إف شرطة سالب اثنين، صورتها يعني إف شرطة حصير سالب اثنين وسالب واحد، الجي شرطة حصير سالب سبعة وسالب واحد، والإتش شرطة حصير سالب ثلاثة وثلاثة، وهذه تروح حصير سالب واحد وثلاثة، وترسم النقاط بديني صورة الشكل. طبعا سؤال ثلاثة، مثال ثلاثة، طيب مثال ثلاثة، طبعا هنا في يقول لي ما صورة النقطة، ما صورة النقطة جي الناتجة عن دوران المثلث جي كي ال بزاوية 270 درجة، طبعا حول نقطة الأصل. طبعا هذا سؤال اختيار من متعدد، طبعا هنا الدوران بزاوية 270، طبعا الدوران بزاوية 270 تضرب الإكس في سالب واحد وتبدل. أشوف النقطة جي، النقطة جي، النقطة جي إحداثياتها كانت 3 وسالب 7، لما نضرب الواي الزاوية 270 تضرب الإكس في سالب واحد، تضرب الإكس في سالب واحد، تضرب الواي عفوا، تضرب الواي في سالب واحد وتبدل النقطتين، طبعا حصير اللي هي طبعا تضرب الاكس في سالب واحد، تضرب الاكس في سالب واحد، هنا الدوران بزاوية 270 تضرب الاكس في سالب واحد وتبدل، طبعا الاكس هنا 3 تضربها في سالب واحد حصير سالب 3، حتبدلها حصير سالب 7 وسالب 3، سالب 7 وسالب 3 هي النقطة سي. مرة ثانية بعيد حل المثال، طبعا الدوران بزاوية 270 تضرب الاكس في سالب واحد وتعمل تبديل، تضرب الاكس في سالب واحد، النقطة جي كان إحداثياتها 3 وسالب 7، تضرب الإكس بسالب 1 وتبدل بصير سالب 7 وسالب 3، طبعا اللي هي حتكون النقطة اللي هي سي، إجابة سي سالب 7 و3. طبعا بهيك بنكون أنهينا الدرس. سؤال تحقق من فهمك، طبعا أنت بتحله، بتقول الدوران بزاوية إيش 180، بتختار اي نقطة من الشكل وبتشوف وين النقطة اللي بتنضرب الاكس في سالب واحد والواي في سالب واحد، من الشكل الموجود معك بتقدر تحدد الصورة. الان الواجب، الواجب سؤال 5 وسؤال 9 صفحة 136، سؤال 5 و9 صفحة 136، وبنهيك بنكون انهينا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان مكتوب.